السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا خوتي اليوم بوت كما تلاحظوا، بوت سهل طريقة العمل عليه. أول شيء تضغط تدخل هكذا ستار، بعد ذلك تلتحق على جروب الخاص بهم كما تلاحظوا هنا، جروب تويتر تيليجرام وتليجرام جروب وتويتر أيضا. أول ما دخلت تأتيك هذه الواجهة، تشوف فيها، تكتب الكود كاباتش هذا، بعد ذلك تضغط مني، تضغط هنا جروب كما تلاحظوا هنا شانل، ثم تضغط في الأسفل هنا، تأتيك تضغط بعد ذلك تضغط على دون، ثم تضغط على تويتر، ثم تضع اللينك الخاص بك على تويتر، عنوان تويتر الخاص بك، بعد ذلك دون، تعيد أيضا على تويتر كما تلاحظوا هنا. عندنا هذا تويتر، هنا تضع متابعة ثم تويتر جام، ثم تضغط هنا في الفراغ هكذا، تأتيك هذه الواجهة، تضيف أصدقاء أو تكتب شيء من هذا القبيل كما تلاحظوا. وأيضا هذا تويتر أيضا كما قلت لكم كما تلاحظوا، ديروا له تويتر جام هكذا، هي بالأخص هنا كما تلاحظوا هنا، هي ضغطنا تأتيك هذه الواجهة أيضا، تضع يعني جود بروجي وشيء من هذا القبيل، ثم تضيف أصدقاء وترسل لتويتر خاصة بك، بعد ذلك تعطيهم محفظة بوليغوماتيك. كيف تأتي بها؟ طريقة سهلة، نذهب إلى هنا، هذه هي بوليغوماتيك، تضغط عليها ثم تضغط هنا على ريسيفوار لتأخذ العقد، تأخذ العنوان وتضيفه وترسله هكذا، ثم تأتيك اليوتيوب تضغط عليه هكذا، تفتح اليوتيوب الخاص بك وتضغط هنا أبوني فقط، وتعطيهم اسم العنوان تويتر الخاص بك، عنوان الايميل التويتر اللي فتحت به تويتر، وليس الايميل الذي تعمل عليه على الهيدروبات. ثم تضغط ريفيرال كما تشاهدوا هنايا، كي وضعت ويدرو يطلب منك، يقول لك الحد الادنى للسحبيه 5 قطع، ماكسيموم 50 قطعة. كما تشاهدوا لازم عليكم تشاركوا الرابط لحالاتكم على الأصدقاء، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.